الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة الكهرباء في العراق أنها تتجه لتوقيع عقد جديد مع إيران بشأن استيراد الغاز، فيما أكدت أن الربط الكهربائي مع تركيا أنجز بنسبة 100%. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن وفداً حكومياً سيزور إيران الأسبوع المقبل للتحضير لتوقيع عقد يتضمن التزامات جديدة بين الطرفين من حيث ارتفاع وانخفاض أسعار الغاز. وكان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أعلن عن تكليف وفد من وزارة الكهرباء للسفر إلى إيران لحل المشاكل المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز. كشف محافظ واسط الحالي محمد جميل المياحي عن توقف 72 مشروعا خدميا لأسباب عدة، وحمل المياحي مسؤولية توقف المشاريع بالمحافظة إلى عدد من الوزارات، لا سيما منها وزارة التربية التي أوقفت مشاريع الأبنية المدرسية، مؤكدا وجود 54 بناية مدرسية متوقف العمل فيها منذ سنوات. وأضاف المحافظ أن المشاريع تخص الطرق الخارجية والصحة والماء والكهرباء والتربية والشباب والرياضة، بعضها متوقف منذ سنوات وفيها مشاكل كثيرة ومنها متعثرة وأخرى تعاني من بطء العمل وبعضها يحتاج للتمويل. أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر آذار من عام 2022. وقالت الإدارة العامة للجمارك في العراق إن البلاد صدرت خلال شهر آذار من العام الحالي ما يقدر بأربعة ملايين وسبعمائة وثلاثين ألف طن من النفط، أي ما يعادل 33 مليون برميل شهرياً. وبيّنت الهيئة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 30.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومرتفعة بنسبة 52% عن شهر شباط الماضي التي بلغت فيها الصادرات 3,110,000 برميل أو طن متري، أي بما يعادل 22.8 مليون برميل، لتحتل المرتبة الثالثة كأكبر مورد للخام للصين بعد كل من السعودية والإمارات. تسعى الحكومة اللبنانية إلى شطب أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تزيد عن 100,000 دولار، ويهدف القرار إلى تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة. وبحسب تصريحات من مسؤولين حكوميين، فإن الحكومة اللبنانية تحاول إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي. وبحسب التسريبات، قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار كمرحلة أولى، لتشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمونت بون إنه يجب فرض حظر على واردات النفط من روسيا في الأسابيع القريبة المقبلة. وأضاف الوزير أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن بلادها سوف تتخلى تدريجياً عن واردات الطاقة الروسية من الفحم بحلول نهاية الصيف، تمهيداً للتخلي عن واردات النفط بحلول نهاية العام. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام موجز بأمان الله.